جون 18 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 14 يا جماعه. انا الحقيقه مش شايف ان السؤال ده سؤال فيزيكس قوي، الحته الفيزيكس اللي فيه سهله، هو سؤال على مهارات اساسيه المفروض تتعلمها في الماث. بيقول لي a woman has a weight 600 newtons. She stands on a horizontal floor. The area of her feet in contact with the floor is 0.050 meter square. تمام، يبقى ده الاريا، واضح ان معايا فورس ومعايا اريا، والراجل بيتكلم على بريشر. لا يختلف اتنين يا جماعه ان البريشر هو الفورس اوفر اريا. طيب الحمد لله، which is 600 بالمناسبه divided by 0.050 يديني 12000 نيوتن بير متر سكوير. هي مش دي القضيه، لان اي طفل صغير في خد الف ب فيزيكس عارف ان بريشر ايكوالز فورس اوفر اريا. هي يا ترى انت بتعرف تحول الرقم ده للستاندرد فورم اللي بيقولوا عليها دي؟ بصوا يا جماعه انا عندي 12000 خلاص. بصوا بقى هنعمل ايه، عد، ادي رقم، ادي 2، ادي 3، ادي 4. تمام اعتبر وكأن عندك دوت هنا، الدوت دي انا هنقلها، ادي رقم، ادي 2، ادي 3، ادي 4. الرقم ده يا جماعه هو 1.2 تايمز 10 باور 4، يعني وكأنك نقلت الدوت دي، شايف الدوت دي كانت هنا اهو، ها، وانت نقلتها هنا اهو، فانا عشان انقلها هنا اهو انا قلتها دي، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 1.2 تايمز 10 باور ايه 4. فانا مش معتبر ان السؤال ده يا جماعه بصراحه يعني يعتبر سؤال فيزيكس، على قد ما هو انت بتعرف تقلب ستاندرد فورم ولا لا. سؤال بسيط جدا يا جماعه عن الستاندرد فورم.